يكون معنا المهندس أحمد مدير عام مشاريع أنظمة وخطوط النقل بشركة نما لخدمات المياه. ما أعرف جاهز الاتصال شيماء؟ طيب نذهب إذا مباشرة إلى المهندس أحمد بن ناصر العبري. مساك الله بالخير المهندس أحمد. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. حياك الله، سعيدين بالتواصل معك، وراح نتعرف إن شاء الله من خلالك على أهمية هذا المشروع لضمان الأمن المائي لمختلف محافظات سلطنة عمان لا سيما محافظة الداخلية. نعم، نحن كذلك سعداء بالتواصل معكم. مشروع المرحلة الثانية من تعزيز نظام نقل المياه إلى محافظة الداخلية يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم شركة نماء لخدمات المياه بتنفيذها. شأنها في ذلك شأن المشاريع الأخرى التي تم الانتهاء منها كمشروع نقل المياه من محافظة شمال الباطنة إلى محافظة الظاهرة ومحافظة البريمي، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الماضي 2022. كذلك هناك ثلاث مشاريع أخرى يتم تنفيذها كمشاريع استراتيجية في مختلف ربوع سلطنة عمان. مشروع نقل المياه من محطة أصيلة إلى محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومشروع نقل المياه من ولاية بركة إلى ولاية صحار، وكذلك مشروع حلول إمدادات المياه طويلة المدى في ولاية السيب الذي يتم تنفيذه حاليا. مشروع المرحلة الثانية لنقل المياه إلى محافظة الداخلية يمثل ركيزة أساسية ضمن مشاريع نقل المياه، والذي يتم تنفيذه حاليا من محافظة مسقط إلى ولاية بهلة في محافظة الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أنظمة نقل المياه وتعزيز استدامة وموثوقية إمدادات المياه، بحيث يتم تفادي عمليات انقطاع المياه التي كانت تحدث سابقا. المشروع بطبيعة الحال تبلغ تكلفته 126 مليون ريال عماني، وسوف يتم من خلاله تعزيز أنظمة نقل المياه بما يعادل ضخ 12 ألف متر مكعب من المياه يوميا بمعدل 63 مليون جالون، عفوا لكل ساعة، بما يعادل بمعدل 63 مليون جالون من المياه يوميا. نعم المهندس أحمد، عادة كيف تلعب التضاريس دورا في سهولة أو صعوبة مثل هذه المشاريع؟ لا شك أن التضاريس والطبيعة الجغرافية لمناطق المشروع تمثل إحدى التحديات، أو بالأحرى إحدى سمات تنفيذ هذه المشاريع. مشروع إمداد المياه إلى محافظة الداخلية يمثل تحدي كبير بالنسبة لنا، من منطلق أن المشروع يمر ومسارات الأنابيب ومواقع الخزانات تمر بعدد من الأودية وكذلك المرتفعات الجبلية، مما يتطلب تعامل خاص مع هذه الطبيعة الجغرافية والجيولوجية لمواقع تنفيذ المشروع. لا شك أن التنسيق المبدئي والتعاون الذي تم مع كافة الشركاء سواء داخل المؤسسة وخارج المؤسسة كان من أبرز وسمات هذا المشروع، من منطلق بلورة كل أو وسائل التواصل وكذلك التعاون مع هؤلاء الشركاء، وقد ساهم ذلك مساهمة فاعلة في تذليل العقبات في تنفيذ هذا المشروع. نعم، أثناء عملية التنفيذ كيف انعكس هذا المشروع بالقيمة التي ذكرتها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ونعرف الحين يعني مشاريعنا تركز بشكل كبير على القيمة المحلية المضافة. نعم، بداية لربما من الجدير أن نعرج على تفاصيل المشروع. المشروع تمثل في إطاره العام في تنفيذ عدد 5 محطات لتقوية ضخ المياه بكافة مرافقها المتمثلة في المضخات وأنظمة مصدات الضغوط الارتدادية وكذلك أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية والأعمال المدنية. كذلك اشتمل المشروع على إنشاء عدد كبير من الخزانات بلغت سعتها الإجمالية 441 ألف متر مكعب، يمثل الخزان الاستراتيجي الرئيسي ما معدل 350 ألف متر مكعب، مما سيعزز منظومة الأمن المائي من خلال إمكانية هذا الخزان إلى توفير المياه في حال انقطاعها عن أنظمة توزيع المياه لسبعة أيام متواصلة. كذلك هناك أنظمة متكاملة للتحكم والمراقبة وأنظمة متطورة لتعقيم المياه وضمان وصولها إلى المشتركين بشكل آمن وموثوق.
وهناك أنابيب من المياه طبعا بلغت أطوالها 173 كيلومتر تراوحت أقطارها بين 1700 إلى 300 مليمتر. المشروع ولنا أن نفخر بهذه النسب، حقق ما معدله أكثر من 20% من القيمة المحلية المضافة. ساهمت معنا في تنفيذ المشروع عدد 185 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بلغت إجمالية العقود 8 مليون ريال عماني. كذلك هناك نسب معقولة من التعمين بلغت نسب في مع استشاري المشروع ما نسبته 37% من التعمين، في حين بلغت نسبة التعمين مع المقاول 26% في الوظائف الإدارية العليا والإشرافية على المشروع والوظائف الهندسية التخصصية، في حين بلغت نسبة التعمين في العمالة لدى المقاول ما نسبته 12%. العقود الأخرى المرتبطة أخي الكريم فيما يتعلق باللوجستيات والمواقع المشروع ورواتب العمالة العمانية بلغت أكثر من 5,500,000 ريال عماني، علاوة على وصول المنتجات المحلية التي تم استخدامها في تنفيذ هذا المشروع إلى معدلات تصل إلى أكثر من 12 مليون ريال عماني. جدير بالذكر أن هذه الأرقام التي سبق وأن تم سردها هي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ومن المرجح أن تتزايد هذه الأرقام من منطلق أن تنفيذ المشروع سيتواصل إلى نهاية هذا العام بإذن الله. بإذن الله تعالى، وأكيد يعني أرقام إيجابية، ونتمنى لكم كل التوفيق يعني المهندس أحمد في المشاريع القادمة كذلك بنفس نسب الإنجاز والكفاءة بإذن الله، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة وإضافة. لا شك أنه جدير بنا أن نتقدم بأسماء عبارات الشكر والتقدير لكافة الشركاء الجهات الحكومية والجهات الخاصة على تقديم المعونة والدعم اللازم لنا لتنفيذ هذا المشروع. كذلك لا يجب أن لا ننسى أن نخص بالشكر كافة المواطنين على تفهمهم للصعوبة التي مر بها هذا المشروع وتعاونهم معنا في كافة المسارات التي مر عليها الأنابيب التي مرت عليها الأنابيب المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع، فلهم منا كل التحية والتقدير. شكرا جزيلا لك المهندس أحمد، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لكم، أحسنتم. الله يسلمك. المهندس أحمد العبري مدير مشروع أنظمة وخطوط النقل بشركة نما لخدمات المياه كان معنا للحديث عن هذا المشروع، وإن شاء الله بعد فاصل قصير